وسهلا بكم متابعينا الكرام، خليكم معانا. خلينا نشوف حسين وين بده يخلينا نصور اليوم. حسين وين بدك انا نصور؟ صور، تعال خذ لك جوله مع البرتغال، لاجل البرتغال اللي مزين الناحيه الاول. صور البضاعه النخل، اجوا صراحه الصراعه النخل اللي مزين البرتغال النخل اول داخل مزرعه محمد سليم عفان. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله. حسين خلينا نروح على واحدة ثانية. يلا يلا. الله على سيدنا. هاي البرتغال الرسمي معنا، هاي الزرير الثاني والحوم الثاني. البرتغال اللي هم الزين. على عجول شرسة. طلع خذ هالبضاعة، خذ صلاة النبي، خذ هاي فخار. الله كيف الضاع صلاة النبي. خذ هاي الليموزين النخب أول حاجة. خذ البرتغال، خذ البرتغال النخب أول حاجة. طلع صلاة النبي. الله هذا جرب تهجم يا حاج ضخم. انا بتحدى اي واحد يصور هيك زي التصوير هذا اللي احنا بنصوره مخاطر انا مخاطرة. طلع صلاه النبي كيف بتطلع، طلع البرتغال اللي موجود هناك اول حاجه، طلع يا معلم. سبحان الله
سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد. وين ما خدنا تفضل الواجب هلا شوف كمان برتغالي لمزيد الله أكبر الله رايح يا حسين تعال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حسين بدنا نخش الحوامة هذه لازم نخش. الله أكبر
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنا هولندي. لا أنا هولندي. لا إله إلا الله. الله أكبر. أنا أجل هولندي. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا برتغال موازين خفيف. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. تابعونا عبر القناة الشرقية ماكس للعجور واضح، كل يوم جديد يعني كل يوم فيديوهات جديدة يعني لايكات واشتراك في القناة عشان يصلك كل شيء عن الأضاحي وعن يعني كل شيء جديد المواسم يصلكم. الشرقية ماكس أول يا معلم.